عسلامة مدام. عسلامة مام. لاباس عليك؟ عايش بنتي. انت مواطنة تونسية؟ مواطنة تونسية. عندك مشاكل مع جيرانك؟ عندي مشاكل مع الجيران، مواطنة تونسية وبنت التجمع وبنت كنت وبنت التعليم. نخدم في تونس في شارع ديغول. كي خرجوني من الخدمة مشيت شكيت البن علي عطاني دار. كلم رئيس البلدية شيخ المدينة. قال ليه أعطاها دار أقرب وقت. كاتب الدولة مرته تقري معايا. تعرف حالتي ولادي تام، راجلي مات خلاني صغيرة وخلالي زوج بنات وطفل. الولد وصل قريت وصل ولدي ولا في الكورة في النادي الإفريقي ويخدم في دار الفياط. جات مصيبة كيكا ميدلي. الله يرحمه وينعمه. ما كنتش باش نتصور هكاك يعمل. كي كان ولدي لبس عليا يجو ويسلم عليهم والميت يعاونه يعطيه ويكفن بنيتي وكي قعدت انا قعدت براسي. انت والبنات؟ البنات عرسوا. كي عرسوا البنات قعدت وحدي، كانوا اخوان الحق. كنت لبس عليها المرأة اللي جارتي فوق مني. يعني اللي تسكن فوق منك في البلاس هذا هي اللي انت متعاركة انت وياها؟ هي اللي مشني متعاركة انا وياها، هي اللي تضرب وتعمل وكل شيء. كيفاش بدات المشاكل بيناتكم؟ تضرب في الحيوط، تضرب في الضامة اللي نشد قلبي موت. هذه كيفاش بدات ما بيناتكم المشاكل؟ هي مشيت نطلع عليها نبوس لها يديها وراسها وساقيها نقولها راني خويتك وناي معاملة انت متثقفة كيما قلتي. ناي متثقف ولادي متثقفين وبنتي متثقفة وهي ما تستاهلهاش الدار. نقول لك علاش ما نستاهلش؟ خاطر ديالي انت عطاها للرئيس وما لقيتو نتلوح. وبنت تونس، بنت تجمع، بنت تونس نخدم فيها. ليه مادام عطاوها لك؟ يعني هي من حقك مادام فكها لك حد. من حقي. جريت للبلدية، مشيت للبلدية كلموها جوها جاها الحاكم قال لها يا بنتي هذه عطيها لها الحاكم الدار. قيل لها ما اش عملت لكم؟ لا عندها ذري تحاسس، لا هي مسكينة تحاسس. تكمل طريف القضية وتترمى بالسكر وطلعوا لي السكر، عملوا لي القلب، عملوا لي مخلوش. اخ قديش عندهم المشاكل هذو من الكل؟ عندها تو شي 10 سنين ولا اكثر. اما مش كي هك، اما كي عرست بنتها وخذت قضايا كثر. بنتها عامله في نبوسها نقول لها مريم بنيت ماني كنت نعمل فيك وندخلك ونقول لك يا مريم ما واختاري العصيد اللي تعجبك وانت راكي بنتي ما عندي حد. انتم علاقتكم كانت طيبه ما بينك انت وجارتك؟ ما بينتكم شيء؟ ما بينتنا شيء، ما عملت لها شيء، ما عملت لي شيء. دونك بنتها عرست وعمتك دبروا عليها الجيرين يمكن قالوا ليها طلعها تسكن وحدها. طلعها وخذ اعطيها لبنتك تسكن فيها، اعطيها لبنتك تسكن فيها قريب وانت بنت البلدي هكا يمكن نحكي هكا بلادي. الجيرين نبهت عليهم حتى واحد ما يكلمني. بلاص كامل في 5 تيخان بنتي حتى واحد. نعرضهم هكا في الخارجة صباح الخير ما يحقروني. وش عملت لكم؟ يسكتوا. فما شهود في البلاس على الحاجات اللي صاروا لك؟ ما يشهدوش علي انا. قلت لك منبه عليهم حتى واحد ما يكلمني. لحظة يخافوا منها معناها؟ يخافوا منها على خاطر اولادها في الحاكم ونسيبها في الحاكم. فهمتيني بنتي؟ والشهد ربي وحاجة بيت الله كان يزيد عليها نفس. مشيت عملت عمره وجد طلعت لها وهزيت الغالي وطلعت لها وببوس فيها. قلت لها راني فرحت لك مشيتي باش تنحي كلمات الناس وتساعديني بحذاك وخويتك. قالت لي كلمه كبيره، قالت لي كلمه كبيره بنيت. هي ذاك المره هبطت لك هي ولدها، هبطت لي هي ولدي. ها زهره زهره حلت الباب عم بالي يبصروا عليش. شدت جبدتني وقالت لي يسمع قيليني 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 بنتي وخرجي علينا. شنو يخرجي علينا؟ هذه دارك مدام، مش معقول يعني. حتى السادة المشاهدين باش يستغربوا. فما اللي يقول لي راني نحب نشد وخاف. واحد كبير
اسمه بوقف معانا جارنا يقول لي بنيتي ربي هو اللي يوقف معاك. بنيتي ليلة العيد مشيت خذيت طريف خذي وجيت في الكروسة انا دخلتهم والجارة اللي بجنبي كانت بحذاها طلعت ليها عيطت ليها هي وخوها مجرم واحد مجرم ديما في الحبيس يجبدني كان نوريك شعري هاو في الوحدة يجبدني من شعري ويلتخني وهي تضرب قالت لي نفصلك طرف طرف هذا الكل صار من غير حتى أسباب بيني بينك ربي كيفاش واحد يخرج واحد من داره يا مدام كيفاش نص الليل نص الليل ولا ماضي ساعة ماضي ساعة قالت لي الجارة الأخرى قالت لي ماضي ساعة جبنا بنتها من عند ديناها الساعة جايلي شدت تحت راسي المعون تاك 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 ولا خوها ما نعرفش يا رب تجعد علي راني ما نعرفش دقت عليها البيب قلت لها عايشة بنيتي راني مريضة في حالة خليني نرقد نقص عليه شوي هاسي هي معايش بنت ابعديني 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 سكرت علي البيت دخلت ندخل للبيت النوم تخلط علي تضرب الفوق علي في دارك ندخل للبيت الاخرى تخلط علي تضرب ما لقيت بنيتي ونمشي نمشي تحت الجر يشهدوا علي جيراننا اللي برا يشهدوا علي البيت تحت الجر نقيل تحت الجر اللي ندوخ نجي مش ندخل نعمل حاجه انا نقولها ما تخلينيش ما كتضرب راسي ما عادش فيه وخزري بدني كيفاش يراش ما عادش فيه حتى وياها شوات تختن يا ربي نصلي يا ربي لعنانا تهديهم علي راني موت يلا يا ربي تهدي علي تهدي علي يا ربي تهدي يعني هذا الكل والقانون ما خذلكش حقك؟ والقانون ما خذاش ليا حقي انت عامله اربع شكايات عامله اربع ولا خمس شكيت للوالي شكيت لوكيل الجمهورية مشيت أربع مرات عارفي قال لي ما عطيش بنيتي تكتبي أرجعي لي الجمعة الجاية وقولي لي واش فهم جاء واحد من قولي معايا رئيس مركز فوق منا غادي قال لها بجاه ربي يتلها بالمرأة مسكينة شوف حالتها كيفاش هذه بنت نتاع ضرب ولا نتاع مشاكل ولا شوفها خزرها تنا كي نشوف عركة نبدا نرعش نهرب مدام لو كان فما مسؤولين يتفرجوا فيك ينجموا يقفوا معك ويعاونوك شنو تحب تقولهم؟ قولهم عاونوني يخطوني يخطوني من الضرب يخطوني ما يخلونيش نجم من داري ما يحرشوا في فيا تمرمد فيا الذرية واحد ضاع بس تبدل 100,000 تجي تدق عليه تبدل الفلوس تقول له واش تاكل وتشرب واضرب الحقيقة نستغربوا انه شو فما اشخاص يعملوا شر كيما هكا. انا كل واحد في البلدية نتاع الوردية هو اللي حرش فيهم مشيت نطلع في مضمون انا مولود هنا انا ولادي مشيت نعمل في مضمون في الاسواق هنا تفهمي فيا نلقيه هو ضايا غادي اسمه محسن نلقيه غادي قال لي قال لي خذا من عند المسؤول الكتب لي وقال لي تيجي النظام انا طلعت باع فيها وقال لي مش نسالك سؤال قلت له ما نعلم وليد قلب تاه ولدي راهو صاحبي قال لي سهام تعيط على مرتي قلت له سهام تعيط على مرتي قلت له لخويا خيناي مسكرين عليا جوز بيبان باب حديد وباب لوح وليد عمي ما ريتش ومرتك ما نعرفهاش بحذايا هم مسكرين بابهم وانا مسكره باب قال لي كلمه مش باهية خرج فلان صح قلت له والله ما نعرف سي محسن ما ريتهوش اي مرت امه يقتلوا فيها يضربوا فيها مرتها والمراه هذه تمسح لهم في الدروش يضربوا فيها كي تعيط تبدا تعيط خي عليها تقول هاي جي لاولادك وهي بحذا هذه قلت لهم نايا قلت له تعرف سي محسن ندبر عليك نايا امك ولا اختك الكبيره خرجوها من عندكم ما يعني ناس ياسر ثم الزواولة يحبوا يمسوا وارتاح انت مخك يرتاح وخلي مرتك صغيره فما تمسخيش
وانت اقعد لاباس عليك. وانت وهزيت روحي وروحت.